فنحن نؤكد من جانبنا كفصائل مقاومة إسلامية أننا حملنا ونحمل سلاحنا من أجل إنهاء الاحتلال الأمريكي وإزالة كل الوجود العسكري وإزالة القواعد العسكرية الأمريكية التي أبداً لم ولن تريد الخير لهذا الشعب. هذا الوجود العسكري الأمريكي الذي غدر بالانتفاضة الشعبانية والذي كان هو السبب في مجيء داعش باعتراف قادتها، والذي لن يريد الخير يوما للعراق، إنما يريد الخير فقط للكيان الصهيوني. نؤكد على أن عمليات المقاومة الموجودة حاليا ستستمر وستزداد كما ونوعا إذا لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية على سحب قواتها المقاتلة عن أرض العراق جميعا. وهنا عندما نقول جميعا نقصد جميعا، ليس فقط القواعد اللي موجودة في وسط العراق أو في غرب العراق، بل حتى شمال العراق.